غادي نتقاتل، غادي ندير كل ما في جهدي. عارف راسي بلي الطريق ديالي ما غاديش تكون ساهله، ولكن غادي نامل بنفسي، وهادشي كامل باش ما نكونش انسان عادي، باش نكون الاسطوره. سعد، ايوا سعد، نوض سعد. شو مالك صاحبي؟ كون خليتي حتى يعطيونا جائزة بعدا. نوض صاحبي بارك من الناس، راه الى جا الوالد والله تيخمجك بالله. الوالد كنت لقيت به في الحلمة، كنت غادي نوريه شكون هو انايا. يلا نوض، حلمتي شوية ارتاحيتي، ونوض تسرح دوك البهايم اللي كيتسناوك برا. ولا صباح كثير صعبي، كرهت راسي في هاد العروبية هادي، مبقيت مازال باغي نزيد نهار واحد آخر. نفس الروتين كيتكرر، فيق في الصباح دي البهايم شبعهم ورجعهم للدار. مكاين ما يدار في هاد الدوار هذا، معرفتش علاش الناس كاملين عايشين فيه بالرغم من التدمر كامل، بالرغم من هادشي كامل. عمرني كنت كنظن غيجي واحد النهار غادي نقول له. شحال زوينة تكبر في العروبية وسط الطبيعة والبهايم والبحاير، وسط الحمير والكلاب والتراب، وسط الفراخ والدجاج. تشم ريحة الهواء نقية في كل صباح. شحال زوينة تعيش وسط الناس ما كيعرفوش الكره والحقد، ناس قلوبهم بيضة صافية ما فيها لا طمع ولا كراهية. اللي خلاني نورك على الحروف مزيان هو أنني عرفت قيمة هادشي، ولكن متأخر شوية. قبل ما نبدأ الحكاية تعالوا نرجع شوية للور. كان كيسحاب لي العكس، العربية غير وساخ طرابة فن، وباللي حياتنا فيها ضايعة. أنا الوحيد وسط الدوار اللي كنت كنفكر هكا، وكان عندي واحد تفكير تقريبا مستقل، وكنت كنقول مع راسي باللي ورا الوادي كاينة حياة أخرى. حيت ملي تزادينا وحنا كنسمعو في الوادي كاينين الوحوش وكاينين الدياب كياكلو بنادم، عمركم تقربو من تمايا. واللي خلاني نزيد مازال نفكر في هاد الشهادة هما الأساتذة اللي كانوا كيجيو يقريونا هنايا. أول درس كيبداو به هو حب المنطقة، وباللي البادية زوينة بزاف، وباللي جدودنا عاشوا بخير هنايا في العروبية، عاشوا سعداء. هنا دماغي بدا كيخدام، الا كانت العروبيه زوينه علاش ما فيهاش ناس بزاف؟ بديت كنحس بالوعي، وبديت كنتابه بزاف ديال الحوايج. اولهم الوالد اللي كيضل نهار كامل تحت الشمس يقلب في الارض على قبل جوج فرانك، والوالده اللي غاديه الي روتور للبير باش تسقي البحير. كنت كنشوف عمامي خوالي جدودي كلهم باتين وضاربين تمارة، وملي كنمشي لواحد القهوة في الدوار كنبقى نشوف التلفازة. كيبانوا لي الناس في المدينة فرحانين، غير كيحل الروبيني كيلقاو الماء. واش تخلقنا حنا باش نعيشو فقراء ولا شنو؟ ولا حنا اللي اختارينا؟ الجواب كان اه، حنا اللي اختارينا. الوالد اختار يكمل بداكشي اللي بداه جدي الله يرحمه، يعيش فقير وسط العروبية، وحنا نكملوا الرسالة ديالو. واش حنا ماشي بنادم نعيشو بحال الناس، ولا خاصة نعيشو حفارة ونموتو بوعارة؟ آي 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 آي. كنت كنشوف بزاف ديال الدراري عندهم مواهب، هل كيصنع كاميو بالحكاك ديال المطيشة، هل كيعزف بطارو ديال الكولا، وهل كيلعب كورة حفيان كيجري. ملي كيقرب الكاري دي زويته كيضرب كورة كطيرها بنص كيلو ديال التراب. كنت كنبقى نشوف وعارف باللي غادي يبقاو هنايا مساكن، وهاد المواهب ديالهم ما كتسوى والو، وتا واحد ما غادي يشوف فيهم ولا غادي يعرفهم. وغير السمية ديال الدوار ديالنا تعطيكم العربون، دوار السخيفات.
من اللي بحثت على هذا الاسم هذا وكيفاش جاء؟ قال لي اكبر معمر عندنا في الدوار اللي سميتو الحاج عبو. باللي بكري كنا درنا واحد السباق وشاركنا فيه، حنا الرجال ديال الدواور كاملين اللي كاينين في المنطقه. كان واحد السباق كبير وكانوا فيه بزاف ديال المنقبين على المواهب. وكمل من راسك. قلت ليه جيتو نتوما الاخرين؟ بدا كيضحك الحاج وقال لي والو غالموتة، داكشي علاش سماونا دوار السخيفات، يعني سخفانين مهلوكين مساليين. بقيت كنشوف فيه والحاج كيضحك، قربت منه وقلت ليه والحاج زعما هادي هادي، يعني تقبلتو عادي واكثر من هادشي كتقول ابوجك حمر سماونا السخيفات. الحاج عيالاتكم كيفاش تقبلوها؟ ديك اللحظة تفرقع عليا الحاج وقال لي سير سير الله يمسخك نوض تقعد حيد من هدايا. الحاج واخا كبير في لاج ولكن حسيت بيه تقص، يمكن عاق كيف ما عاقو كاملين، ولكن فات الفوت وديك السمية ترشمات عليهم وترشمات علينا حتى حنايا. واخا مازال ما بديناش، كانوا الدواور المجاورة كلهم كيستهزئوا بينا وكلهم كيطيحوا منا وما كيعطيوناش قيمة نهائيا. حنا ولاد الدوار السخيفات، يوم على يوم دراري كلهم ولاد الدوار ما بقاوش كيتيقوا في راسهم وعرفوا باللي حتى هما غادي يكونوا سخيفات بحال والديهم وجدودهم. ولكن انا كنت مختلف وما كنتش نهائيا بحالهم. داكشي علاش انا والوالد كنا تجار معاكس، حيت كنت انا وهو صغير في العائله كنتشاهد على الوالد كيفاش كيتعامل مع خوتي، كيفاش كيعطيهم العصا، كيفاش كيبهدلهم، كيفاش كيقمعهم، وهادشي كان كيأثر سلبيا على الحياه ديالهم. في النهايه مساكن ولاو بحالو ملي كان هو في اللاج ديالهم، كيضلوا نهار كامل في البحاير غير كيدوروا مساكن وما عندهم لا حياه لا امل لا حتى شي حاجه، لا رغبه لا موهبه لا والو. وحتى من القرايه مساكن ما قدروش يكملوها، كيبقاو في خوتي. ولكن الوالد ما نقدرش نوقف ضده، يمكن انا باقي صغير ولكن دماغي كبير، ولا دويش ما غاديش يعتبروني نهائيا. كنت كنفكر مختلف بزاف وعندي طموح كبير، هادشي علاش خلاني مدنى نتقاتل وما نبقاش كيف ما كنت. وفي بلاص ما نبقى نجمع مع الدراري ولا الدوار لي صافي استسلموا ولاو كيعتبروا راسهم سخيفات، وليت كنجمع مع النعاج اللي كنت كنسرح. الوالد ديالي كان قبيح بزاف، ومن صغرنا ما كاين غير عصا، وماشي اي عصا، ملي كدير شي زبلة كيجي عندك بدون مقدمات كيعطيك كروشي كيلوحك الارض. خوتي مساكن سنانهم كاع طايحين وانا كنت كنمرضو مزيان، ملي كندير شي مصيبة كنقرب حداه يلا كيبغي يدخل لي كروشي كنفانتي عليه، كنبقى نخوي نخوي حتى كيهز الزرواطة، وديك الساعة كيبرد قلبو مزيان. ماشي غير الوالد بوحدو في هاد الدوار، الرجال كاملين كيقدسو شي حاجة سميتها العصا، وملي كيكملو معاك كيقول لك العصا من الجنة اللي كلاها يتهنى. الآباء هنايا كل واحد كان كيعتمد على شي حاجة في العصا، هاللي كيضرب بالبالا، هاللي كيضرب بيديه، وهاللي كيضرب بالعتلة والزراوط. ثقافة كبروا فيها والدينا وكيطبقوها علينا، ما بقيتش كنجمع مع حتى شي واحد، وهاد الوحدة اللي وليت منعزل فيها خلات ولاد الدوار يخرجوا ليا إشاعة باللي تبليت بالكيف. داكشي علاش ما بقيتش كنجمع معهم وخايف لا يعرفني الوالد، حيت زعما الوالد قبيح بزاف. داك النهار كنت راجع من بعد ما دوزت نهار كامل وانا كنسرح في البهايم، غير وصلت الخيمة ويشدني من يديه ودخلني لواحد الغرفة وبدا كيقول لي كتكمي الكيف ياك كتكمي. انا كنحلف وهو كيضرب، وباش كملها خلاني في ديك الغرفة دوزت فيها الليلة كاملة. كانت عندي فكرة انني نهاجر، ولكن دابا ولات رغبة، حيت كنت انا هو الصغير في خوتي وكنت عارف بلي الوالد كيدوزني من نفس المصير اللي دازو منه خوتي، وهو عارف بلي انا ما كنكميش. ولكن
قاتلت العصا خاصك تاكلها كل شهر. الوالد كان حاس بالتمرد ديالي وكان خاصو يرجعني الطريق. الغد لي في الصباح حل عليا ولا حاليا العصا وقال لي دي البهايم. نطت وبقيت كنشوف فيه بتمرد، هز يديه باش يعاود يضربني ولكن ما قدرش. خرجت البهايم وبقيت غير كندور بهم والشمس فوقي. تهلك دير بالصح، حيت رسميا ملي كتكون كدير شي حاجه ماشي من خاطرك كتاكل العصا نفسيا ومعنويا من الداخل. داكشي علاش قولوا لا، سوا في الخدمه سوا في اي بلاصه. خلقنا الله احرار وغادي نموتوا احرار. بديت كنغوت في داك الخلا، انا حر وغادي نموت حر. ملي سكتت درت عند البهايم لقيتهم كيشوفوا فيا. انا عارف راسي غادي نعاني بزاف ملي غادي نفرق البهايم الدار الوالدين، ولكن بغيت نفوت الوادي حيت من صغرنا والوالد كيخلع فينا. راه كاينين الدياب، كاينين الوحوش، بزاف ديال الحوايج. وانا عارف باللي ورا الوادي كاينه شي حاجه زوينه، وهاد الحاجه ما قدروش هما يفوتوها. داكشي علاش بغاونا حنا نعيشو بحال هكا. دوز داك النهار كله الم وتميت غادي الخيمه. ملي وصلت لقيت ولاد الدوار مجموعين وبداو كيدقوا عليا وكيستهزؤوا بيا. لا بويا ما تضربنيش، لا صافي اخر مره، اخر مره نكمل كيف. بداو كيضحكوا عليا وكيتنمروا عليا وانا غادي حادر راسي. اللحظه اللي قالوا داير فيها وعر، راك غوليه بحالك بحال خوتك. وقفت ديك اللحظه درت عندهم وتميت غادي قصدهم وهاز العصا بيديه. بداو كيستهزؤوا بيا وقالوا ناري هربوا الدراري، غادي يسلخنا، ناري غادي نموتوا بالخلع. وقفت ديك اللحظه وانا نلوح العصا وتميت قصدهم. جا الاول وانا ندخل ليه كروشي، جا الثاني والثالث، كلهم كلاو قتله ديال العصا. ملي شفتهم كلهم دمايات عرفت البلان ترون ديال بصح. طلقت فيهم داك الخز ديالي كامل اللي كان كيطلقو فيا الوالد من بعد ربع ساعه ديال المضاربه. لقيتهم كلهم طايحين الارض كيبكيو والدمايات نازله من نيفهم. تميت غادي الخيمه وما على باليش شنو غادي يوقع كاع. لقيت الوالد واقف مع الحاج عبو وباين اشكاليه باللي استهزأت به. وحيت انا ديجا عارف باللي مكبتها قلت لهم تبارك الله على السخيفات. لدرجه الوالد تصدم فيه حيت كنت هادي واول مره ما غاديش نخاف منه وما غاديش نحترمه. تميت غادي ديك اللحظه وقام مصوق. سمعت خطوات ورايا وعرفت الوالد وعرفت باللي غادي ناكل قتله ديال العصا. ضربني بديك العصا الظهر نيشان، طحت على وقفتي وبدا كيضرب وكيضرب. خرجت الوالده كتغوت عليه والو ما طلقنيش. من بعد جرني من شعري وداني لديك الغرفه. تكيت على الحيط وبديت كنبتسم وعرفت باللي غادي ترون ديال بصح. بغيت غير نتخيل وما قدرتش كيفاش غادي يكون رد الفعل ديال الوالده ملي غادي يسمع بلي طنطنت ولا الدوار. من بعد نص ساعه كنت قادر انني نسمع صوت ديال الناس كيدوا قدام باب ديال الخيمه. من بعد بداو كيدقوا بالجهد. خرج عندهم الوالد وتبلبلات ديال بصح. بقيت كنسمع صوت الوالد. ديك اللحظه تم جاي من كثرة داك الرعب اللي كان كيعيشنا فيه الوالد من الصغر. الخطوات ديالو وليت كنسمعهم واخا يكونوا خفاف. وكان واضح من الخطوات ديالو انه حاقد. ورغم ذلك بقيت كنبتسم. ديك اللحظه حسيت بها واقف ورا الباب. حل عليا الباب وهز العصا. شافني كنبتسم والدموع على خدي. صغير واكل قتله وصابر. ديك اللحظه طاح لي الساروت ديال الغرفه. بدا كيغوت، اش غندير ليها عباد الله؟ اش غندير ليها الخوت؟ وعباد الله يلا كلا قتله، واش بغيتوني نقتلو؟ هاد البروش راه غادي يحمقني. وقف حدا ديك اللحظه واحد الراجل وقال ليها
رجعوا إلى السنبارك. راه ولدك طيحهم كاملين بيديه، راه غير كذبوا عليك، راه ما ضربهمش بالعصا. قال ليه الوالد اش كتقول؟ قال ليه الراجل راني شفته بعيني. قال ليه الوالد هذا يضربهم بيديه، هذا سير سير السي محمد، سير خليني معك مزيان. تبل بلاد ديك الليله ديال بصح، الناس برا كيغاوتوا الوالد معصب وما قادرش يزيد يضرب، ويمكن الكبده منعاته. الصداع بقى تقريبا شي نص ساعه وما تفارات حتى دخلوا الجندارم، وديك الساعه الناس اللي جاو كيتشكاو تنازلوا ومشاو في حالاتهم. سد عليا الوالد الغرفه، من بعد ما سمعني كلام قاسي عرفت باللي هذه هي النهايه، وباللي جاء الوقت اللي خاصني نحيد من هنايا. حيت واحد الكلمه قالها الوالد يمكن كلامه على حق. قال حياتي كلها وانا داخل سوق راسي، وفي النهايه برهوش يدخل لي الجندارم للدار. لا 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 لا، هادي ما يمكنش تدوز غير هكاك. يمكن الناس هنايا ومنهم الوالد والوالده والناس القدام كيامنوا بالدوار وكيشوفوه مكانه مقدسه، داكشي علاش ما يمكنش نحاسبهم بمنطق التفكير ديالي. داكشي علاش خاص نحيد من هنايا. زيد ديك اللحظه الساروت نط بصعوبه وانا كنعرش، حليت الباب بشويه وتميت غادي، بقيت غادي وكنكالي بالحيط. ديك اللحظه تسمح حدا الشرجم ديال البيت، طليت منه بشويه وبانوا لي العائله ديالي مجموعين وكيتعشاو. اللحظه اللي دارت الوالده جات الشرجم دركت وجهي والدموع بداو كينزلوا. استجمعت القوى ديالي وتميت غادي وما عرفش نهائيا كيفاش غادي يكون المصير، وما عرفش والديا كيفاش غادي يتصرفوا ملي غادي يسمعوا باللي راني مشيت. حليت الباب ديال الخيمه وخرجت. ديك اللحظه سمعت شي واحد جاي من الخيمه ديالنا، ضرك الدغيا، وكان ديك الساعه الوالد بدا كيغوت، شكون هنا شكون هنا؟ ديك اللحظه قال لي واحد الدري والدوار، ما كاين والو عمي، راه غير الكلاب. دخل الوالد وجا عندي داك الدري وقال لي اش كدير هنا سعد؟ وعلاش انت خارج؟ انا عارف شنو وقع ومتاكد باللي غير ظالمينك. قلت له ناصر اسمع، غادي نقول لك واحد الهضره وصلها للعائله ديالي. قال لي وعلاش فين غادي؟ قلت له واش غادي توصلها اليوم ولا لا؟ قال لي صبر صبر. جبت تليفون قديم من جيبو بقيت كنشوف فيه، وقلت لي هاي 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 على ناصر، سبقتينا في العولامة. مال هذا؟ قال لي غادي نعطيك وسجل الرسالة بفمك بصوتك وهما غادي يسمعوها كاملين. شديت التليفون وجلست قفازي، قلت لهم بويا امي خوتي. كان صعيب علي ناخد هذا القرار هذا، وهذا ما عنده علاقه بالعصا ولا العنف اللي كان كيعطيني الوالد. انا عقليتي مختلفه من الاول وكنتامل هاد الدوار غير جسديا، اما روحي وعقلي ما كانوش هنايا، وعمرهم غادي يكونوا هنايا، حيت انا عارف ورا الوادي كاين عالم اخر بغيت نكتشفه. كنبغيكم كاملين، كنبغيكم بزاف، وغادي نرجع وغادي نكون كيف ما بغيتوني نكون. كنبغيكم بزاف. حيد التليفون والدموع ما بغاوش يتحبسوا. هزيت عصا وتميت غادي كنعكز بيها وسط داك الظلام، غادي وكنشوف الخيمه ديالنا كانت احسن حاجه وهي نمشي دابا باش قام نشوف الدوار، ما نشوفش البيئه فين كبرت. تميت غادي والظلام بقيت غادي سارح حتى وصلت للشانطي، وكانوا الطوموبيلات قليل فاش كيدوزوا، واللي شيرت ليه ما كيبغيش يوقف ليه، حتى صافي نيست
وتميت غادي غير على رجليا. غادي وكنعرف حتى داز واحد كاميو قدامي وتم غادي هو يوقف. ملي قربت من حداه كانوا ثلاثه ديال الرجال جالسين قدام. قال لي فين غادي يا ولدي، فين غادي في هاد الليل؟ قلت لهم غادي لاي بلاصه مهمه نفوت الوادي. قالوا لي ما عندنا ما نديرو ليك يا ولدي، هنا راه عامر، بغيتي تطلع لفوق طلع شوف ليك شي بلاصه تمايا وتخشى. قلت ليه واخا. نزل واحد الراجل وعاوني انني نطلع، قال الكاميو كله دلع. بقيت غادي كانت مخشش حتى لقيت واحد البلاصه خاويه وكان فيها التبن. تمخششت تما وحسيت بالدفا، وكنت كنشوف الكاميو غادي والدوار كيبعاد. من بعد بقاو كيبانو في الدوار ديالنا غير الضواو. داتني عيني ديك اللحظه ومشيت. في الصباح فيقاتني غير الاشعه ديال الشمس، نط نشوفه بان لي الواد كبير اللي كنا كنسمعوا عليه الحكايات. عرفت ديك اللحظه باللي صافي فت الوادي. ما عرفتش علاش ولكن حسيت ديك اللحظه بالحزن والفرحه في نفس الوقت. بقيت مضمق في داك الكاميو وغادي. جاني الجوع وانا نشق واحد الدلاع وبديت كناكل. رجعت عاود تاني نتكى. من بعد تقريبا 4 ديال السوايع خرجنا في واحد المدينه كبيره بزاف. بقيت كنشوفهم مصدوم وعيني خارجين. ما كنتش كنظن بلي المدينه هكا دايره. كان الرواج والطوموبيلات غادين جايين، واحد الجو زوين بزاف. بقينا غادين واحد اللحظه الكاميو وصل لواحد الشارع كبير وكانوا فيه الناس بزاف. هو يوقف، نزلوا كاملين منه وقالوا لي على سلامتك يا ولدي، ما سخيتيش بينا ولا شنو؟ ياك ما تبقى تبيع معنا الدلاع. بقيت كنضحك. عاونوني ونزلت وقلت لهم شكرا بزاف. تميت غادي ديك اللحظه شويه وانا نقفز. ملي درت لقيتهم بداو كيغوتوا دلع 50 دلع 50 غير اللي ما بغاش. بقيت كنشوف داك المنظر والناس بداو كيقربوا منهم وكيسولوهم وبداو كيبيعوا وكيشريوا. تميت غادي انا وغير كنشوف الطوموبيلات وفي الماطر والطوبيسات والدراري قد كيفاش لابسين مزيان ومرتاحين وكيبان المورال ديالهم طالع. بقيت غير غادي وكنفكر كنفكر في والديا وخوتي، كيفاش غادي يكون رد الفعل ديالهم اللي غادي يعرفوا باللي راني مشيت؟ كيفاش غادي يتقبلوها؟ واش نكون زعما ارتكبت خطا ولا درت الصواب؟ ديك اللحظه لحت العصا وقلت صافي غادي نترجل دابا وتميت غادي، خاصني نتحمل المسؤوليه. بقيت غير كندور. عييت وانا نجلس في واحد العتبه ديال الباب وبقيت مقابل بنادم غادي جاي. ديك اللحظه جلس حدايا واحد خونا تقريبا قدي في اللاش وبدا كيفتخ في واحد الجوان. قلت ليه اش من مدينه هادي؟ بقى يشوف فيه وقال لي الهجره القرويه عاوتاني، هادي كازا عمرتوها ما بقى لينا والو نخليوها لكم. بقيت مستغرب انا وكنقول له وين لي كازا هادي؟ دقه وحده بلان هذا. بدا خونا كبرم في داك الجوان. قلت ليها اين بلاصه هذه بالضبط؟ قال لي هذه كولومبيا حي مولاي رشيد، يحمد الله الا خرج بحويجو. بقى كيطلع فيا وكيهبط فيا وقال لي ولكن انت ما عندك من الناس تخاف، ياك ما جاي من الماضي انت ضارب عليا هاد الحويجادو بحال كنتي عايش في 1902. واش هادو حويجادو؟ بدا كيتكياف. من بعد دوز ليا وقال لي هاك دوخ هاك كازا الا ما دختيش محال غادي تنجم تعيش فيها. قلت لا جاي باش نعيش وغادي نعيش. ناضو قال لي اخويا هاد كازا هادي هاكا تعطيكم غا نتوما وتاد العتباد انا غادي نخليها ليك ربح بيها. بقيت كنضحك. ومن بعد نط تحركت. كنت كنحس بحال انا في شي كوكب اخر، كل شيء مختلف هنايا، ديور طرقان ناس. من بعد دست من حدا واحد السويقه وبانوا لي بزاف ديال الكرارس فيهم الخضره والمطيشه وبديت كنتفكر
دواور والبحاير والسواق اللي كنا كنمشيو ليهم. بديت كنقول مع نفسي حنا نضربو تماره نوجدو الغله وانتوما كتوصلكم بارده، انتوما تعيشوا وحنا نموتوا. بقيت غادي وفرحان وكنقول له وتعالى بابا شوفه ورا الوادي شنو كاين. تعالى تشوف الناس كيفاش عايشين. ولكن ما كاين باس، انا اللي غادي نجيبكم من تمايا. بقيت غير كندور وفرحان، حاولت ما نتفكرش العائله ديالي، حاولت نركز في هادشي هذا اللي كندير. وبديت كنشجع في راسي وكنعطي لنفسي امل باللي الامور غادي تكون مزيان، ومادام اعتقادي في الله زوين وكبير ان شاء الله غادي تكون اي حاجه زوينه. وفي النهايه الحمد لله على اي حاجه. بقيت غير كندور حتى وصل الليل وبدات كتخوى الدنيا، وهنا بديت كنحس بالخوف، حيت الوجوه اللي كانت بنهار بدات كتبدل من ناس مزيانين لناس خايبين. بان لي واحد الراجل كيقلف واحد الطارو ديال الزبل، وقلت هذا مسكين بحالي. قصدت وسولته، بغيت غير فين نبات وداكشي. قلت لي لك انت كتعرف شي بلاصه مزيانه ومكالميه بغيت نبات في هاد الليله هادي. قال لي يا ولدي كازا بالليل ماشي هي بالنهار، رد بالك. شوف اي جردة تكون نقية وارتاح. تميت غادي وقال لي اجي. وقفت رجعت عنده، جبد واحد الصندويش من واحد الميكا وقال لي كل اباينا فيك الجوع. بقيت كنشوف الطارو ديال الزبل. وقال لي ما تخافش راه ما لقيتوش هنايا، راه كندور على السناكات في العشيه وكيتعاملوا معايا. خديت داك السندويش ومشيت لواحد الجرده، جلست تحت واحد الشجره وبديت كناكل. ملي قربت نكمل وقف عليا واحد خونا كيبان موسخ وهاز موس. سمرت في بلاصتي، قلت ليه شنو اش بغيت يا خويا؟ قال لي طلع. قلت لي اش غادي نطلع؟ عطيتو اللي بقى من داك السندويش. قرب كمارتو مني وكشاكشو خارجين وكيبان حاقد وجهو كله خطوط. قال لي واش كتضحك عليا يا ولد الفاعله؟ بلا ما نشعر وانا ندخل ليه كروشي بالجهد طاح على وقفتو. بقيت كنشوف ليمن وليسر وانا نعطيها لدرادك. ما وقفت حتى حسيت بلي سخفت. ديك اللحظه بانوا لي البوليس شادين واحد خونا وكيبوطو فيه. السكيريه غير كيتلاوحو. بقيت غادي ومصدوم، كيفاش تسيفات كازا بالليل؟ في الطريق تلاقيت بواحد البنت زوينه بزاف بقات كتشوف فيه وعرفاتني خايف. قالت لي يا وينو فنيون شنو كدير هنايا؟ بقيت كندوي مع راسي وكنقول او هادي ما صوت حرش. ملي شفت الكارو في يدها قلت صافي باينه اختنا اعطيها قتله الكارو. جبدات 20 درهم من صدرها وقالت لي هاك واخا باقا على الله. قلت لها شكرا بزاف، ممكن تقولي لي شي بلاصه نمشي نبات فيها؟ راه مشيت لواحد الجرده نقيه ولكن وقف عليا واحد الشمكار. قالت لي صبر انا غادي نجي ونقول لك فين تمشي تبات. بقات واقفه وبحال كتشطح. قالت لي غادي نمشي غير ندير بيبي ونجي. بديت كندوي مع راسي وكنقول ويلي واش هادي حمقه غادي تبول في الزنقه؟ بقيت مدور راسي، ولكن مع التحرميات ديال الصغر ضروري مره نربط ليله. ملي شفتها وانا نتصدم لقيتها كدير بيبي بحال الرجال. هرب ليا ديك اللحظه. ملي قربت حدايا قالت لي اسمع حاول تحيد من حي مولاي رشيد، راه من بين اخطر المناطق هنايا وانت راه باينه فيك ولد نقي وماشي من هنايا. ديك اللحظه وقفت الطوموبيل وبداو كيكلاكسونيو عليها، من بعد بداو كيعيطوا عليها. باسني من فمي ومشات عندهم. درت ديك 20 درهم في جيبي ومشيت. تلاقيت مع داك الراجل اللي عطاني سندويش قبيله، شافني وبقى كيضحك. قال لي ياك ما حتى انت كيعجبوك الرجال اللي نص نص. قلت لي اش من رجال اش كتخربق؟ قال لي اخونا اللي باسك دابا راه
راه راجل ولكن نص نص. بديت كنمسح فمي وكنتفل وبدا كيضحك عليا تم غادي وكيكركار عليا وقال لي راه قلت لك كازا بالليل ماشي هي بالنهار. بقيت غادي وكان واحد البرد قاصح قاصح بزاف، ورغم ذلك ما حسيتش برغبة أنني باغي نرجع للدوار. المدينة كيف ما كانت بالخيب ديالها والزوين ديالها كتبقى شي حاجة اللي زوينة بزاف، وكتبقى واحد العالم اللي جدير بالاكتشاف، ماشي بحال العروبية كل شي باين. وأنا بغيت نعيش التجربة هذه. مشيت لواحد الجردة، خشيت في واحد القنت ونهاست. ملي فقت في الصباح مشاو عاود تاني دوك الوجوه البائسة، ورجعت الحياة من جديد كيف ما كانت. مشيت عند واحد مول مسمن، كليت بلافة حتى شبعت مزيان، ودرت بحساب غادي نبقى نهار كامل بلا ماكلة. من بعد بقيت غير كندور كنكتشف. دزت واحد اللحظة من حدا واحد مدرسة، وكانوا فيها دراري بزاف قدي كيبانوا فرحانين. بقيت غير غادي وكنشوف. وصلت لواحد الشارع كبير، وقفت حدا واحد الفروج، وبقيت كنشوف الطوموبيلات الزوينات اللي دايزين. واحد اللحظة وقفوا كاملين، واحد فيهم بدا كيكلاكسوني عليا، ما فهمت والو. شوية بدا كيشير ليا بيدي، مشيت عنده وكان راجل هو ومرته، بقاو كيبتسموا ليا وعطوني 1000 ريال. فرحت بزاف، يلا بغيت نشكرهم. بداو كيكلاكسوني والناس عليهم، بقيت واقف ومصدوم وكندوي غير مع راسي. والله الا الناس كازا الله يعمرها دار اليوم هاد الناس. والبارح ديك البنت بغيت نقول داك الراجل، بقيت شاد ديك 50 درهم وكنشوف فيها. الوالد مسكين كيخدم نهار كامل ويلا كيصورها، وانا غير وقفت وغير كنتفرج في الطوموبيلات. عطاوها لي الناس، فلوس كاينه هنايا. تحمست ومشيت نقلب على خدمه، وبقيت غير كندور. والاغلبيه كانوا كيقولوا لي باللي هاد الساعه ما محتاجين حتى شي واحد. من بعد بديت كندور على القهاوي، واستغربت اي قهوه كندخل لها كنلقى فيها بنت هي السيرفوره، والرجال بزاف جالسين. ومن كثره ما كندور على القهاوي بزاف بديت كندير واحد مقارنه بين القهاوي اللي كانوا كيسربيو فيهم الرجال وبين القهاوي اللي كانوا كيسربيو فيهم البنات. القهاوي اللي فيهم البنات كانوا بوك بالبشر، بالعكس القهاوي اللي كانوا فيهم الرجال. هنا عرفت بلي دوك الناس كاملين اللي جالسين في ديك القهوة عاجبهم الدري اكثر ما عاجبهم القهوة. بقيت نهار كله وانا كندور حتى صافي بديت كنفقد الامال. دخلت واحد القهوة وكانت كتبان كبيرة بزاف، بغيت غير ندوي مع شي واحد، حتى واحد ما عطاني وقت. تميت غادي هو وكنقر، ديك اللحظة سمعني واحد الراجل وقال لي مالك ولدي اش خاصك. درت مشيت عنده وقلت لي عمي غير دخلت كنقلب على خدمه. يلا جيت لكازا وما كنعرف حتى واحد، ودخلت انا زعما باش نخدم، ولكن حتى واحد ما عطاني وقت. قال لي ايوا سيدي راه مرحبا بك، انا هو مول القهوه وغادي نعاونك. بلا ما نشعر عنقته وقلت لي شكرا بزاف عمي. قال لي لا مرحبا بك ولدي، وحتى لما كانش عندك فين تبات يمكن لك تبات هنايا، راه كاين واحد الدري حتى هو من المنطقه فين كتسكن تمايا وتقدروا تصاحبو. قلت ليه شكرا بزاف عمي. ديك اللحظه مول القهوه عيط بسميت خديجه، تما طالع وكنت كنسمع الخطوات ديالها بالجهد بحال شي غوريلا طالع. ملي شفتها وانا نتخلع كانت كتبان قبيحه وكبيره بزاف وغليظه ويديها كلها وشان. قال لي ها قلتي خاص شي واحد يقابل الفاخر، ها هو الدري كيبان درويش وراه ماشي من هنايا، المهم تهلا فيه. شافت فيا وقالت لي مرحبا. قال لي الراجل سير معاه. مشات البنت وتباتها، هبطنا لتحت وبديت كنشم واحد الريحه في شكال زوينه وخايبه في نفس الوقت، وبحال فيها ريحه التفاح بحال فيها ريحه المشماش. مهم هاد الريحة في شكال. ملي نزلنا لتحت وانا نتصدم كانوا بزاف ديال البنات وشوية ديال الدراري، وكلهم شادين التيوات وكيبخوا في الدخان. دارني البنت وقالت لي
انت غادي تقابل فويخرة، اي واحد طفالي الفاخر غادي تبدو لي بفاخر جديد. شرحات لي كيفاش. من بعد ثلث ساعة لقيت راسي باللي ناضي وبديت ندير في الخدمة ديالي. بقيت كنشوف داك المنظر وعرفت باللي هادو هما دوك المكارب اللي كانوا كيبانوا بالليل، كيبقاو مخزونين هنا بنهار وكيخرجوا بالليل بحال الخفافيش. بقيت خدام كنفرق في الفاخر. من بعد ساعة دارت بيا الدنيا وحسيت براسي تبوقت من كثرة داك الدخان اللي كنت كنستنشق. وليت غير كنتلاوح. واحد اللحظة طلع لي الدم، حطيت المجامرة ومشيت للطواليت. غير دخلت بديت كنتبوع، بقى فيا غير داك المسمن اللي كليت يا ما استفدت منه كاع. واحد اللحظة بديت كنسمع صوت الغوات، البنات كيغوتوا والروينة نايضة. تخلعت ومع التبويقة تنكريت وبديت كنتخيل بزاف ديال الحوايج، بلي دوك الوحوش اللي كان كيدوي عليهم الواليد تبعوني لهنايا، بلي الوحوش ديال الوادي لحقوا عليا هنايا باش ياكلوني حيت فت الوادي. جلست وبقيت مصمر في بلاصتي. ملي هنات الوقت خرجت بشويه، حتى واحد من دوك الدراري والبنات ما كانوش، كلهم طاروا. ديك الساعه بانت لي ديك الغوريلا، قالت لي يا قدامك قدام الربح، ما حطيتي رجلك هنايا ما جاو البوليس، كون غدوك معاهم ما عندك الزهر. سير طلع في حالك، سير بحالك عطينا التيسع. تمي طالع. ملي وصلت الفوق قلت لها اختي انت براسك كلك نحس، شحات كي دايره دفتر الواسخ. بدات كتعير وتبهاتني وهي معصبه وانا نعلق. خرجت من ديك القهوه ولقيت راسي عاود تاني في الزنقه. والليل طاح، يعني الوحوش غادي يبداو يبانوا عاود تاني. كان فيا الجوع بزاف وكل شي كان ساد. تميت غادي وكنت مايل ومازال شاده فيا القلبه ديال الريحه ديال الشيشه. مشيت لواحد الجرده ونعست فيها. صحابي الامور غادي تكون سهله، ولكن تاضح باللي باش تعيش في كازا صعيب، خصوصا الا ما كان عندك حتى شي واحد. ولكن مادام خديت هاد الخطوه هادي غادي نتقاتل، حيت اخر حاجه نفكر فيها هي نرجع لذاك الدوار، نرجع مهزوم وحاد الراس. ما بغيتش نكون بحال قاطع، بغيت نكون مستقل وندير شي حاجه زوينه في حياتي. ونهار نرجع ديك الساعه نهز راس والدي عالي ونكون انا هو الامل ديال الجيل اللي غادي يجي في المستقبل. باللي ما كاين باس الا بغيتي تعيش في الدوار، ولكن الا كانت الاحلام ديالك كبيره قاتل على قبلها. دوزت هاد الليله والحمد لله ما وقع والو. فقت في الصباح وفي نيتي نبدا صفحه جديده. مشيت فطرت وبديت كندوي مع راسي، علاش ما نمشيش عاود تاني نوقف في الفروش، وربما شي واحد يدبر عليا عاود تاني. مشيت وبقيت واقف. من بعد ساعة وهالو تا واحد ما عقل عليا. بانوا لي واحد البنات دايرين الخمار وهزين واحد الورقة، والطوموبيل اللي وقفات كيقولوا ليها باللي احنا من اهل سوريا، وكان بزاف ديال الناس كيعطيهم فلوس. قربت من حداهم تانا باش اللي عطاهم يعطيني، غير شافوني هما يتسيفوا تمو قاصديني وقالوا لي سير حيد من هنايا ولا غادي تاكل قتله ديال العصا. بقيت واقف ومصدوم. او يلا دابا شويه كانوا كيدوب بالسورية. مشيت بعدت وعرفت خوتنا كينصبوا على عباد الله، وبين الضحايا ديالهم غادي يكونوا من دوك الناس اللي كيجلسوا في القهاوي اللي كيسربيو فيهم البنات. تميت غادي وكنخمم. كازا كل نهار كتصدمني بشي حاجه جديده. في الطريق بالي واحد الراجل شيباني مسكين كيدفع في واحد الكروسة فيها التفاح، وكان كيبان مسكين معداء. اللحظة اللي قررت نمشي ندفع معاه زلق مسكين وطاح. مشيت كنجري بسرعة وعاونت وقف وبديت كندفع معاه حيت كانت العقبة. هاد المسافة القصيرة دينا وجبنا في الهضرة، واكتشفت بلي هو من المنطقة ديالنا. قال لي اسمع، انا غير كنحاول ندوز الوقت، الا كنتي باغي تخدم هالكروسة ونبدا نخرج انا وياك والربح نقسموه بجوج. ابتسمت وقلت ليها اه موافق. مشيت انا والشيباني حتى للدار ديالو، وقال لي هذه هي الدار. في الصباح جيت سناني هنايا.
دخلني مسكين للدار ورحب بيا هو ومراته وقلت معهم اللي قسم الله. حمدت الله وشكرت واحد الامور ميسره ليا. ملي كلينا خرجنا ندورو بالتفاح، دعنا اللي قسم الله وعطاني مسكين 20 درهم وقال لي نتلاقاو غدا ان شاء الله. عجبني الحال، مشيت خديت قرعه ديال المونادا سبرايت ديال الزاج ومشيت لديك الجرده اللي نعست فيها اخر مره، حيت الدنيا مكالميه شويه هنايا. جلست وبقيت كنشراف ديك القرعه وكنفكر في حياتي وكنطرح سؤال مع نفسي، واش هاد التضحيه اللي درت تستاهل ولا غادي نكون ارتكبت خطا؟ واش غادي تعطي نتيجه ولا لا؟ ولا هادشي اللي كندير دابا غير غلطه؟ ناس كنفكر غير في هادشي هذا. وفي الصباح غير فقط مشيت للدار ديال داك الشيباني، خرج ومشينا جبنا الكروسه وبدينا كنتحركوا. قال لي يا ولدي في الصباح البيع والشراء كيكون ناقص بزاف، غادي ندخلوا الاحياء الشعبيه تما كاين الرواج. قلت ليه شنو سميت هاد البلاصه عمي؟ قال لي هاد البلاصه سميتها لاله مريم، تمينا داخلين داك الحي. الحاجه اللي اكتشفتها هنا في كازا هي انه اي حي كيمتاز بشي حاجه على الاخر، ولكن حاجه واحده اللي كيمتازوا بها بجوج وتقريبا كاع الاحياء اللي شفت الحدود الساعه، وهي المكارب. والاغلبيه ديالهم كيكونوا في جماعات بحال دوك كلاب ديال الدوار. المهم تمينا غادي كنبيعوا في امان حتى وصلنا للداخل وما حد كندخلو، ما حد المكارب كيكثروا. دزنا من واحد الزنقه وكانوا فيها واحد الجماعه، ناض واحد فيهم وكيبان صعيصع والتم جاي قاصدنا وخدا واحد التفاحه بلا ما يدوي معانا بلا والو. بغيت ندوي معاه ويشدني شيباني من يديا وقال لي صافي خلي يمشي بحالاتو. بقينا غاديين شويه، ناض واحد اخر قرب من حدا الكروسه وهز التفاحه شويه وما يتبعوه كاملين. هنا الشيباني بدا كيغوت عليهم ورجعوا في حالهم. نقز واحد فيهم وقال لهم امالكم زراكم داخل الدربنا وكتغوت وباغي دير اللي بغيتي وانا غادي نوريكم فيه. تم غادي اتجاه الكروسه، مشى عندو الشيباني ويدفعو. طاح الشيباني وقلب الكروسه خونا في الله وبدا كيخسر في الهضره. مشيت هزيت الشيباني اللي بدا كيبكي مسكين. مشى خونا في الله جلس مع صحابو بحال ما كاين والو وكيضحكوا. الناس بداو كيجمعوا معانا التفاح. طمأنيت على الشيباني وتميت قاصد دوك خوتنا في الله. تم جاي عندي داك الميكروب، يلا غادي نوي. دخلت لي كروشي بسرعه البرق، طاح باللور على راسو نيشان وبدا كيكشكش. مشيت عند الاول اللي خدا التفاحه، شنقت عليه وقلت ليه داك التفاح اللي مشيتي هزيتيه شاريه ليك باك، بقى كيشوف فيا وفيه الموت ديال الخلع. خديت لي داك شويه ديال التفاح اللي بقى لي في يدي، قلت ليه غير حشمت والله تتبوع وبالله. دارت عند الاخرين هما يحضروا الراس، ناضو كيعاونوا في داك خونا اللي طاح. مشيت عند الشيباني وتحركنا. بزاف ديال الناس قالوا لي عبرتي عليه، راه طاغي ود الحرام وديما كيتعدى على عباد الله. الشيباني كان مخلوع مسكين، بقى ملف تجي داك الدري اللي طاح. اللحظه اللي ناض عاد ارتاح، قلت لي ما تخافش ما ضربتوش بالجهد، غير هو هشيش حيت ماشي راجل. تميت غادي كندور انا والشيباني، وخا خسر لينا الجو والتفاح بعناه بنص الثمن حيت كله خسر ملي طاح في الارض. ملي كملنا قلت ليها صافي ما تعطيني والو، الخليفه على الله، غير هو بغيت نسولك. قال لي نعم ولدي. قلت لي واش كازا كلها هكا؟ قال لي لا كاينين احياء نقيين. قلت لي فين كاينين هاد الاحياء هادو؟ قال لي كاين المعارف، كاين الوازيس، كاين انفا، كاينين بزاف، غير هو ما تنساش كازا كبيره بزاف وفين ما مشيتي راه كاين الخيب والزوين. هادشي ما كيعنيش انه الاحياء اللي حنا فيهم دابا خايبين، غير الدراري الله يهديهم ولاو كيتباهاو بالاجرام، ولكن انا راه مصدوم. كيفاش طيحتي داك البرهوش؟ قلت ليها عادي. قال لي لا ماشي عادي، واش كاع ما شفتي الفرق بينك وبينه؟
هو قداش وانت قداش، راه كيبان كبر منك. قلت ليه ما حسيتش براسي، وبقى في الحال حيت تصرف معاك هكاك. قال لي الله يرضي عليك ولدي، غير هو حاول تحكم شويه في نفسك، حيت اليوم كنت قلت بلي صافي داك خونا مات. مشى الشيباني وبقيت كنشوف في يديه وكنقول له العجب، انا ضربته غير بشويه. تفكرت ديك اللحظه الدراري ولا الدوار كيفاش طيحتهم كاملين. من بعد كيف العاده مشيت خديت سبرايت المناظر اللي كان موت عليها، ومشيت للكوان ديالي. جلست وبقيت كنخمم، وانا بديت كنحس بالمحنه تجاه والدي، تجاه الدوار، تجاه الغنم. كاين شي حوايج في الدوار كاع ما كاينين هنايا، اولهم الجو. هنا كتحس كاين التلوث والروائح الكريهه كثيره بزاف والوسخ، ولكن اللهم نعيش هاد الشيء هذا وندير داكشي كامل اللي نفسي فيه، ولا يكون المصير ديالي بحال خوتي، نقلب الارض نجني الخضره ونبقى دايع في السواق. بقيت كنشرب سبرايت. ديك اللحظه دازت واحد الطوموبيل كحله، وقفات وهبطوا الزاج وبقاو كيشوفوا فيه. بديت كنحاول نشوف شكون هما، ولكن كاع ما قدرت نميز شكون. ديك اللحظه فرحت وقلت ياك ماشي واحد غادي يعطيني شي لعيبه. بساعه تحركوا، بديت كنفكر في هاد الخدمه هادي اللي كنخدم مع الشيباني. نهار كامل كنضلوا ندوروا على جوج ريال. قلت مع راسي لا، هادشي ما مناسبنيش، ما بدلتش الدوار باش نعيش هكا. تكيت وانا محمر باللي غدا غادي يكون جديد بالنسبه ليا، وعاوتاني غادي نقلب ونقلب على خدمه، خدمه اللي نكون مرتاح فيها، واهم حاجه نصور فيها شي بركه ديال الفلوس. ناس هاد الليله وفي الصباح سمعت بنادم كيدوي، ما حليت عيني بشويه، بانوا لي بزاف ديال الناس واقفين وكانوا معاهم البوليس. بديت كنقول له اش واقع هنايا، شويه تم قاصدين دوك البوليس ناري الموت ديال الخلع. هزوني وداروا لي المينوط. ديك اللحظه حاجه وحده اللي جات لي مع بالي، هي خونا في الله اللي ضربته غادي يكون مات، وبين غادي تكون اثرت عليه الضربه. ترفعت ديك اللحظه وكنت حابس البكيه. قال لي البوليسي مزيان قعدت شي ولا جرأة فيك، ناس في الجرده وتسكار وما على بالكش سيبه، ولكن امك دابا غادي تقلاصه. قلت لي اش من شراب، ما كنعرف حتى الريحه ديالو كي دايره. قال لي اسمع، الساكنه ديال هاد الحي هذا ديكلاراو بيك، وشافوك ماشي مره ماشي جوج كتسكر هنايا، وكنظن بلي ما غاديش يكذبوا عليك. بديت كنغوت وكنقول ليه لا راه ما كندير والو، والله ما انا غادي يكون غير تغارت اليوم مع شي واحد. ديك اللحظه بداو كينهصروا فيا، وباش كمل هذاك البوليس يعطاني واحد الصرفيقه على بونت ما كنت غادي ندخل ليه كروشي. وكنحمد الله وكنشكره انني تحكمت في راسي. تمو غادي نبيو، بديت كنقول دوك الناس والله ما انايا، والله ما كنشرب، راه غير مناضه هذيك، انا عمرني درت شي حاجه خايبه، وزيدون انا ماشي ولد هنايا، حشومه عليكم والله، راه حتى نتوما عندكم ولادكم، واش تبغيو يوقع عليهم بحال هكا؟ طلعوني سطافيط وداوني للكوميساريه، خداو الاقوال ديالي وهبطوني لتحت واحد البلاصه خانزه بزاف، وجامعين فيها غير دوك الوجوه اللي كنت كنشوف بالليل وفي الاحياء وفي القهوه ديال الشيشه. بقيت غير جالس وكنبكي. شويه قرب حدايا واحد الميكروب عاكي حنزز فيا، قال لي والله تلعجب انت، والله تنتا ويلي كتبكي العجب. مسحت دموعي وقلت ليه شنو؟ قال لي انت اللي خمشتي الجن ياك. قلت لي اش من جن، اش من جن اخويا؟ قال لي الدري اللي ضربتيه حيت قلب لكم الكروسه فيها التفاح، هذاك راه هو الجن، اقبح واحد في ديك المنطقه. العجب كيفاش كتبكي دابا؟ قلت لي سير بعد من حدايا، ولا انت اللي غادي تبكي دابا. صدم خونا في الله وناض من حدايا. دوز داك النهار تما والعذاب الاليم، في الليل كان البرد قاصح بزاف. الغد لي عاود تاني نفس البلان، قالوا لي المكارب لي تمايا غير صبر
48 ساعة دايزة. ملي وصلت تقريبا ديك 12 ديال النهار هو يجي واحد البوليسي هو يعيط بسميتي سال درت عنده وانا نصدم ويلي اش بغاو عاوتاني قال لي نوض سيدي نوض تقعد. مشيت معاه وداني لواحد البيرو كان فيه واحد الضابط وبقى كيدوي معايا قال لي اسمع احسن حاجه هي ترجع لبلادك كازا راه ماشي ديالك وهنا غادي تلقى بزاف ديال المشاكل اللي كثيره وما كتقاداش خصوصا انت ما كتعرف حتى شي واحد هنايا بقيت غير حاد راسي قال لي نوض سير راه واحد من دوك الجيران تنازل على الدعوه وراه الساكنه عرفوا باللي داكشي اللي كنتي كتشرب غير مناضه وحيت هي خضراك يسحب ليهم قرعه ديال الشراب مهم سير ولدي سير الله يرضي عليك وفكر في داكشي اللي قلت لك انت باينه فيك دري زوين نقي وكاع ما بغيتك تضيع وانا اللي عارف شنو كيدور في الاحياء ديال كاسا ما قداتني فرحه ديك اللحظه نضت وخرجت بالزربه غير فت الباب ديال الكوميساريه مشيت كنجري ديك اللحظه سمعت شي واحد كيكلاكسوني بالجهد ملي درت لقيت واحد الراجل وفي نفس الطوموبيل اللي كانت بانت لي ديك النهار بالليل باقي نعت لي بيدي وقال لي تعال مشيت عنده وقال لي اطلع طلعت الطوموبيل وهو يتحرك قال لي اولا حنا متاسفين حيت سانا فيك الظن وراك عارف مع القرعه اللي كنتي هاز خضرتها هي يعني دماغنا مشى بعيد شنو سميتك قلت لي سميتي سعد وقال لي شنو كدير هنايا وعلاش كتبات في الزنقه فين هما عائلتك بان لي مسكين من الهضره ديالو رجل طيب وعاودت لي البلان ديالي كامل بقى كيشوف فيا بالاستغراب وقال لي سبحان الله جدي الله يرحمه بحال هكا بحال هكا كانت البدايات ديالو تعذب في الاول وما كان حتى واحد كيامن به ولكن في النهايه ولا من بين اكبر التجار في كازا رجع للدوار ديالهم وحفر ليهم البيار ودخل ليهم الضو وبنى ليهم مدرسه هاد الخطوه اللي درتي راه مهمه بزاف غير هو لازم تحضي راسك وحنا سيدي غادي نعاونوك وممكن يكون هاد المشكل اللي وقع بيناتنا خير بالنسبه لك انا عندي واحد المحل ولا بغيتي تخدم معايا راه مرحبا بك ومادام انت عندك مشكل ديال السكن حتى الا بغيتي تبات فيه راه ما عنديش مشكل غادي ندير لك الشهريه ديالك وانت الله فيك مزيان وانت واش طارتك ديك الساعه بغيتي تجمع الفلوس وتطور راسك تلقى وديك الساعه تلقى تحت منك فلوس ياك بعدا ما بلي ما والو ياك قلت لي لا بقى كيشوف فيا مسكين كيطلع فيا وكيهبط فيا ومن بعد داني لواحد القيصاريه وقال لي هاد الحوايج اللي لابس ما يليقوش بيك دخلني لواحد البوتيكات وبدا كيتقدى ليا في الحوايج ملي دخلت وانا كنقيسهم بلافه كبيره بزاف حيت في الدوار كنا كنشريو حوايج مره في العام وغير من البال ودوك الحوايج كنقراو بهم كنلعبو بهم وكنديرو بهم كلشي وهما اللي جيت بهم نيت تلا فيا مسكين داني من بعد لدارو ورحبات بيا مراته وولادو غير شفت مراته تفكرت الوالده دخلتني مسكينه للدوشو غسلت مزيان من بعد لبست حوايج نقيين وجلسنا مجموعين بقيت غير كنشوف ولادو كيفاش هو كيتصرف معاهم سهيت ديك اللحظه وبديت كنتفكر في الوالد والعصا اللي كان كيعطينا وبديت كنقول مع راسي واش زعما يكون كيبغيني الوالد واخا داك العنف كامل الوالد في السنوات الاولى من حياتي كان كيدخل لنا غير الكروشيات من بعد طور راسو ولا كيضرب بالعصا باقي عاقل واحد النهار كنسول واحد الراجل وقال لي علاش كتضرب ولادك بهذه الطريقه هذه كنت ديك اللحظه انا كنت صناط قال لي بغيت ولادي يكونوا رجال يكونوا ميتين اللحم ديالهم ميت من العصا باش تامره ما يحسوش بها كاع واهم حاجه ما يطيحوش من الضربه الاولى انا عارف باللي في الحياه كاينين بزاف ديال المشاكل وممكن فيها نصادفوا ناس يبغيو يأذيونا خاصهم يكونوا مستعدين الضربة الأولى عليهم والثانية ديالهم بقيت غير سارح وبديت كندوي مع راسي وكنقول يمكن داكشي علاش أنا كنضرب بنادم بكروشي واحد كنزعزعو
ديك اللحظة قال لي يا عبد الله: سعد سعد، بسم الله عليك بسم الله عليك. وعيد ديك اللحظة وقال لي: فين سافرتي؟ قلت لي: تفكرت غير الوالدين. قال لي: اسمع، بغيت نديك من غدا، ما عنديش مشكل، شوف انت اش باغي. قلت لي: بغيت نكون بحال جدك الله يرحمه. قاكي شوف فيا. وقلت ليها حتى لا رجعت للدوار نرجع بالفايدة، ماشي با نرجع خاوي. قال لي: ان شاء الله ولدي. مهم نوض لبلاصتك ترتاح دابا، وغدا ان شاء الله غادي نديك المحل وتشوف كيفاش الخدمة كدوس. قلت لي: واخا ان شاء الله. داتني خالتي سعاد مرت عبد الاله لبلاصتي وغطاتني، وحسيت واحد الاحساس زوين بزاف. اهم حاجه مسكينه انا عاملتني بحال واحد من ولادها، لدرجه مسكينه غير سمعتني كنكحب جات كتجري وقالت لي: ياك لاباس ياك ما مريض. قلت لها: لا لا غير كحبت. ورغم ذلك مسكينه مشات كتجري وجابت لي الزيت العود وعسل الحر، وقالت لي: كل هادشي راه مزيان ليك. ملي مشات حمدت الله وشكرته. في الصباح ملي فقت فطرنا ونزلت انا وعبد الاله، ركبنا في الطوموبيل ومشينا واحد المسافه طويله. من بعد وصلنا لواحد البلاصه، ملي سولته شنو سميتها قال لي: هنا حي مولاي عبد الله. بلاصتنا الطوموبيل وقال لي: يلا بعدا نمشيو نقضي واحد الغراض عاد نرجعوا للمحل. تمينا غاديين وكانت السمعه ديالو طيبه بزاف، الناس كلهم في الطريق يقولوا ليه: سلام سي عبد الاله، كيدير بخير؟ وحتى الدراري الصغار اللي كانوا كيقولوا ليه استاذ. عبد الاله كانت عنده واحد العلاقه زوينه مع الدراري الصغار، وكلهم كان كيقول لهم: وعندكم تجيو عندي سخفانينا، يلا ما تبقاوش تلعبوا بزاف في الزنقه. هادشي خلاني افتارد مع راسي بلي 100% عبد الاله غادي يكون استاذ. مشينا قضينا الغرض وتمينا راجعين. في الطريق قال لي: هاد الحي راه نقي وما غاديش تلقى فيه بزاف ديال المشاكل، المهم انت ما تدوم حتى شي واحد، واللي اداك قولها ليا. قلت لي: صافي واخا ان شاء الله. بقيت غادي انا وياه حتى وصلنا لواحد كراج كبير، حل واحد البواطه في الحيط، دار الساروت ويورك على واحد البطونه، وديك اللحظه الكراج بدا كيتحل. بقيت واقف انا وملهوف وكنقول: لا ديالاش هاد المحل هذا. ملي طلع الكراج كامل لقيت راسي قدام واحد التصويره كبيره ديال واحد الملاكم، وكانت مكتوبه بالخط العريض: نادي عبد الاله للملاكمه. بقيت واقف وكنشوف داك البطل اللي كانت التصويره ديالو في الفيترينه. دخل عبد الاله وقال لي: يلا سعد. دخلت ديك اللحظه وعرفت بلي هذا نادي كبير ديال الملاكمه. تمي الداخل وغير كندور في عينيه ملي شعل الضو ويتبان لي حلبه كبيره، مشيت ليها وانا نطلع فوق منها، وبقيت كنقيس في دوك الحبال ديالها. ديك اللحظه طفى الضو وبقى غير الضو اللي في الحلبه. عبد الاله بدا كيدوي في مكبر الصوت: سيداتي سادتي، معكم الملاكم الشهير سعد. بدا كيصفق لي عبد الاله وعجبني الحال، حسيت بالتبهريشه لدرجه تاثرت وبديت كنبكي، حيت هاد المشهد هذا فايت شايفو في واحد الحلمه، زعما ممكن يكون بصح.